السلام عليكم ورحمة الله. هذه شجرة السمر، وأشجار السمر من الأشجار المشهورة والغنية عن التعريف، ويخرج من أشجار السمر صمغ أحمر يشبه الدم يسمى الدودم. قديما كان يستخدم حبرا للكتابة، وكانت تتزين به النساء قبل انتشار مواد التجميل، وأيضا كان يستخدم في الطب الشعبي لعلاج فطريات الفم واللثة، ويستخدم لقطع النزيف أو قطع الدم من الجروح، وأيضا كان يستخدم لعلاج تشقق الأقدام. والنحل يجمع هذه المادة ليصنع منها العكبر التي تعتبر أقوى مضاد حيوي طبيعي.